يفهم ماجازينا إيميل العبيدي على يفهم أحلى راديو. رجعنا لكم ماجازينا إيميل العبيدي وفريق كامل ماجازينا اللي فيه خضر حرب عزيزة حسيني ولوما. وباش نشكر بيان سور اليوم البرانش نتاعنا كان من كوليدور نور. دونك عندكم لي سيرفيس الكل نمشيو بحث فيها معناها نمشيو بحث به داكورد. دونك اليوم كوريدور في بالضبط وين بالضبط باش نعطيوهم لادريس؟ دونك في عين زغوين الشماليه. شكرا ليك اللي كنت معانا، ميرسي بوكو. المره الجايه ان شاء الله نوريكم البرانش كامل باش نواصلوا ماجازينا بالجمال والتجميل. وكي نحكيوا على الجمال لي زاكت استيتيك ديما سعيده جدا حاضره معايا الدكتوره سناء شريف. مرحبا سناء. مرحبا، صباح الخير. شنو احوالك؟ الحمد لله، سعيده لينا بحذاك. ديما انت سناء سعيده بحذانا باش تكون خاصه الساده المستمعين سعداء انهم ديما عندك معاهم موعد باش نحكيوا كيما حكينا على جمال الوجه. جميل ليدين اللي ولينا نراه، فما سكين بوستوري تعمل ليدين، فما بوكو ديزاكت اللي افيكاس لليدين. Exactement, Imen. En fait, tu as vu que ليدين هو moyen de communication. Ouais. Ou surtout l'NC. بصراحه هي الدوموند في جماليه ليدين نساء اكثر من الرجال، يعني 80% بور ان فام. ان فيت جينيرالمون ثم غلطه يعملوها نساء كون يتلهوا بجماليه وجههم ينسوا زوز حاجات، الرقبه وليدين اللي هما يظهرونا برشا العمر. مره اخرى تو نحكيو على الرقبه الكو ديكولتي، مي اليوم مش نحكيو على ليدين. ساعات حتى تفرج في تلفزه في انيماتريس والا ستار والا اي بيرسون تلقاها وجهها ما شاء الله مكبوس ليفتي بالخيوط بالبوتوكس بالفيلر، تعمل كل شيء دايما تغزل يديها يظهر عمرها. فوالا، وهذه غلطه. وتعرف اللي العباد تثبت اي سيرتو الرجال، مرات تسلم عليه اول حاجه يغزر لها يدها. دونك جماليه ليدين مهمه على الاخر في السوسيتي بور ان فام. دونك وتعرف ايمان اللي ثم برشا عوامل ياثروا على الجماليه نتاع ليدين. عوامل خارجيه عوامل داخليه. العوامل الداخليه تعرف اللي ثما العمر، يعني بالعمر بشانجمون باللي شانجمون هرمونو بكل شيء. دونك تصير دي ريد كيما في الوجه يظهروا فيه لي ريد كيف كيف ليدين. ثما ميم لي تاج دو لونتيغو نسميهم احنا لي تاج دو لونتيغو دي زيبر بيغمونتاسيون كيما الميلاسما والكلاف اللي يظهر في الوجه. ثما لي تاج هذوما اللي يظهروا في اليدين، تلقى ساعات ان فيي دام تلقى يديها الكلهم تاجتي، سو سون لي تاج دو لونتيغو. داكور. ثما العوامل الخارجيه كيما البوليسيون كيما الشمس كيما الريح لوفون زادا لوميديتي الشعط. سمع بيد ميم يديهم ياسر ياسر توا في فصل الشتاء ليدين تشعط على الاخر. فوالا، هيك علاش اليوم مش نحكيو على جماليه ليدين عند النساء. باهي، فيسع باش ما يداهمناش الوقت، شنو هما لي زاكت اللي نجموا نعملوهم باش يحافظونا على جمالية جينا ونغلطوا حتى في العمر؟ باهي، انا ديما نقول لهم الوقايه خير من العلاج. قبل ما نحكيو على لي زاكت اللي نعملوهم، انا كطبيبه نحب ننصح لي باسيون ثم حاجات يعملوهم في الدار اللي نجموا الوقايه خير من العلاج. بريميرمون، اذا كان المراه مش تغسل ماعون في الدار والا تستعمل ديغون. ثم هيدراتاسيون تصير افيك دي كريمونتياج، ثم ماكله صحيه، ثم ساعات بار اكزومبل كعبه قارص من بعد ما تستعملها مثلا في الماكله والا ما فيها بيس، من بعد كي تغسل الماعون تعمل يديها بالسيترون. دونك سور دو بيلينغ تنحي لي تاش. ثم لي كريم هيدراتونت من غير ما نذكروا لي كريم، دونك بور ابيزي لا نوي معناتها ما فيها بيس تدهن يديها. كيما نحطوا دي كريم انتياج في الفيزاج، ثم دي كريم يتحطوا على اليدي. قبيله سمعتكم تحكيوا على كبسول وعلى الجيل وعلى الظوافر، مع احتراماتي لاصحاب المهن الكل ما لازمتناش نكثروا. ايمان، ريت لا لوميير ليد لي كبسول والجيل معناتها برشا برشا، هو ما فيها بيس في مناسبه لكلنا احنا نساء، نحبوا لي كبسول نحبوا الجيل نحبوا نمشيو لونغلوغي نقدوا ظوافرنا، مي لازمتنا نرتحوا شويه الظوافر على الاقل جمعه في الشهر. داكور. احنا ان طونك ميدسان استيتيك، اذا كان لو مال في واذا كان ليدين صارت لهم هذوما لي تاج والديزيدغاتاسيون وكل شيء، دونك اون فيت شنو نجمو نعملو؟ اللي يصير في الفيزاج يمين نجمو نعملوه في اليدين، كيما التقشير الطبي، لي بيلينغ، إذا كان ثما ديتاش نجمو نعملو لي بيلينغ. أي اللي هما تقشير. فوالا، ثما ليدغاتاسيون اللي نجمو نعملوها بسكين بوستير اللي هو أسيد هيالورونيك بيغ. ثما لا ميزوثيرابي إكليرسيسونت هيدغاتونت. ثما لا لوميير ليد، لا فوتو بيموديلاسيون. ثم البي ار بي بلازما ريش ان بلاكيت. دونك اي اكت
في الفيزاج نجمو نعملوها في اليدي. داكوغ اوكي. دونك هذوما بالنسبه للتقشير ليدغاتاسيون باش تصير ليدغاتاسيون سكين بوستير ميزوثيرابي لي زاكت فوالا اللي تعملوا في الكابيني ولا اي اكت تتعمل في الفيزاج نجمو نعملوها كيما في الفيزاج. عندنا اليدين مره جايه ان شاء الله نحكيوا على الرقبه. اكزاكتو مهم جدا انك تلهي بوجهك وتتلهي برقبتك وديما كي نحكيوا عليك انت باغمي لي كومبيتونس الكفاءات اللي موجوده عندنا في تونس ما شاء الله عليك. حتى سيدة مستمعين يستانسوا بيك ويعرفوك ويجيوك قبل ما تجيب حذانا انت الاي اف ام. دونك شكرا دكتورتنا الجميله ان شاء الله ديما موجوده معنا في اي اف ام في الفقره نتاع لا ميديسين استيتيك. عندنا اليوم ضيف، قلت ضيف باش يكون حاضر معنا الاعلامي المتميز علي الشابي وزوجته ريهام بن عليا. قبل هذا الكل نخرجوا بوب وراجعين. اي اف ام اي اف ام ماجازينا ايميل العبيدي على اي اف ام احلى راديو. ماضي ساعه و22 دقيقه. ايكيب ماجازينا كالعاده خضر حرب عزيزه سحيني صاي عزيزه حسيني فرحانين برشا اليوم بحذينا الاعلامي المتميز علي الشيبي وزوجته ريهام بن عليا. الاعلاميه زاد من فضلك. اي بيان سور بعد شويه الاعلامي شويه الاعلامي وزوجته هذيك دوب ما ندخلوا ما فماش كلمه ما نقولهاش ما تنقصش عليها. ليه خويا انا نسويه عرفت 10 سنين قداش من عام اكثر في بالك باش نعطيك سكوب والمرة قدام الكاميرا انا سيتي افيك علي الشيبي في حنا بعل في حومتنا. حنا بعل في حومتنا دونك حنين حنين كبير برشا عبيد ديما اول مره مع علي. ايوه زمان بدينا اللي برشا عرقوب وخير الغناء وشي تمثيل تعرف علي زيد الاعلامي اللي بالحق ما خلى كان البصمه طيبه في قلوب العبيد. الحمد لله علي معروف بالاخلاق نتاعو المتميز سيس يس وحنين يا بختك يا اختي والله. انا ماني فيمينيست قول الاعلامي علي الشابي وزوجته الاعلاميه. شكرا خضري شكرا على التوضيح ولي ما جيش حتى بحدينا حتى ضيف وفرحت به نقزت من الكرسي ديجا. مرحبا بك علي بحدينا. مرحبا بك عايش كمان عايش باش نبدا بالمسيره نتاعك اللي هي تبارك الله تبارك الله نحكيو على 30 سنه منهم 13 سنه في عندي ما نقول لك اللي التوانسه الكل يتذكروا ما فما حتى تونسي ما يتذكروش. انا نقول المتميز في البرامج الاجتماعيه الحقيقه نتاع ربي نحب هوني جوست نحب نعرف المسيره هذيا كانوا فيها برشا البدايه نتاعك كانت عام 94 جو 94 في كانال 20 لا هي 92 في الراديو في الشان ناسيونال كان الخطوه الاولى لا قبل كنت في الاذاعه الوطنيه خدمت مذيع خدمت اسيستون نحكي على التلفزيون لا التلفزيون وقتها عام 94 كانال 20 انا اللي افتتحتها داير. شنو اكثر برنامج حبوا علي الشيبي؟ انا نقول انا مثلا كنت وينسى الكل نقول انا علي عندي ما نقول لك في 30 سنه اي عندي ما نقول لك سي فري انت عندي ما نقول لك كان لو بلو بو كادو اللي نجم يتعطى الانيماتور وقت سامي يخمم قال لي نعملو عندي ما نقول لك يا كو لا فيريتي كي كونت. قلت له ما نجمش راهو صعيبه ودرا شنو قال لي فازي بون عطاني كادو نتاع علي اللي حبته ونساه حبوه الرجال الكبار احنا واحنا بالحق هو بيدو عاش كيما تتذكر كي قلت لي احنا عشناهم الكل علي عاش معنا المراحل الكل خاطروا معنا فرد عمر ما احنا عايشين معاه كل شيء بخير دونك علي احنا كي نحكي بالحق على عندي ما نقول لك برنامج ناجح برشا. شنو هو البرنامج اللي ماذا بيك تفسخ كي ترجع هكا تفسخ؟ لا هو حتى برنامج الحق نتاع ربي ما نجمش نفسخ جزء من مسيرة من مسيرة امتدت على 30 عام 30 سنة في عمر انيماتور ماهمش شوية راهو فيهم برشا تعب راهو فيهم برشا مجهود راهو فيهم فيهم انعكاسات اللي ما تصورهمش في بالك على صحتك على ذهنك على طريقة عيشك معناتها سيتي با فاسيل. ما فسخ حتى برنامج تو سامبلومون على خاطر اللي عملتهم الكل مقتنع بهم حتى ولو برشا ناس جاو ضد عندي ما نقول لك من الأول. اما كان جهد اعلامي كان فوالا سيتي تجربه جديده في البرامج الاجتماعيه فوالا كانت اول برنامج اجتماعي في تاريخ التلفزيون التونسيه كان المسامح كريم راهو كان المسامح كريم بمعنى البرنامج الاجتماعي معناتها لا تيلي رياليتي كان المسامح كريم وزاد يظهر لي هو البرنامج الوحيد اللي خذا السيزون هذيك الكل الاعوام عن 13 سنه هو البرنامج الوحيد اللي قعد 13 سنه دونك ما نجمش نفسخ خاطر جزء من شطر مسيرتي كانت في عندي ما نقول لك دونك تحب تعاودوا اللي كنت في نسالك
شنو البرنامج؟ نعاودوا لا نعاودوا لا بدليل انه علاش وقف؟ علاش وقف؟ ريهم عملت هكا هي اللي تقرر. لا لا خاطر هي خدمت معايا في فريق الاعداد وخدمت معايا اون كوانيماسيون. راهو المعد راهو يعرف باش يحب وما يحبش. هنا كي باش نحكيو على ريهم، مرحبا بيك بحضينا ريهم. ريهم صحفيه على باس، دونك كانت عندها دور كبير في الاعداد كما قلنا في برنامج عندي ما نقول لك هكا في البارتي الاخرانيه، اي في المواسم الاخرانيه دخلت في الاعداد، سينو كنت في المواسم الاولى معناها 3-4 سنين الاولانيين جوست اون كو انيماسيون مع هو معناها في الاستوديو الفرعي احنا نقول، لكن بعد في الاعوام الاخرى والثلاثه والاربع سنين الاخرانيين دخلت معاه في الاعداد كاستينج الحالات اللي تجي معناها اللي يوصل للبلاتو راهو هذاك روح الزبده. والمرحله الثالثه دخلت معاه في حياتي انا باش نتفادى اي سؤال، باش نقول لك انا علي ماكش الوحيد اللي اتزوجت برشا مرات، اما عليه نقولوا علي 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 البعض يستعار منها فهمتش، وكانها مدعات للضحك ولا للتندر. لا 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 بالعكس، انا نقول لك حاجه، انا ايمان نراك ارتاح برشا في المرحله هذه، ياسر ياسر مقتنع. انت توا كي تحضر ريهام معاك ياسر خزرتك طريقه تحديثك الفخر اللي تحس به، هي انا نرى فيك عند الهاجس عايم، هي اللي تتصرف، هي اللي عندها الكيسه، يعني هل هذا الكل كانت الخبره من هاك الزيجات هذيا، والا بما انه هي ريهام خدمت معاك دونك تعرف طبيعتك بالكدا؟ لا شو انديبوندامون خدمت معايا موضوع اخر. شوف هو شخص يتقسم الشخص المناسب على على يتقسم على زوز، معناتها كي باش تعرس ولا تاخذ امراه ولا تحب امراه راهو يلزم اون تيليباتي ويلزم تبايع، ورغم اللي تبايعنا مختلفه راهو هنا هو هذاك اللي كمل جو بونس كملوا بعضكم، دونك باش تلقى الطرف شطرك الثاني راهو يلزمه مجهود كبير كبير كبير، تنجم تتعدى برشا مراحل برشا محطات حتى واخيرا تلقى بر الامان، المرأة البر الامان والمرأة اللي تمشي معاك وتفهمك تعرف ايمان لازم بكري شي يقولوا على فاست مع تبارك الله نشوف فيه ايبانوي عليه ما شاء الله معناتها والضحكه ميديا وجهه، ناس بكري يقول لك الراجل يبدا متهني بعد العرس يهز صحته الرجيم مقتني يخليك ما شاء الله، مع انه التجارب راه مهمين في حياه الانسان كل ما اختلفت اي تجربه لي، اما هو عندنا برشا عاودوا حياته ما نعرفش عليه ركز في الحكايه هذيا بالضبط، ممكن انا ساعات اقول خاطر ريهام تنتمي الى الساحه فوالا خاطر تنتمي للمجال الاعلامي، دونك سي توت افي نورمال الحكايه تي خوان بلور شويه من هنا باش ندخل. والله انا الحكايه ما عجبتنيش وعجبني تعليق الحقيقه نتاع ربي سمير الويفي اللي خرج صديقي وبتدوينه قال فيها الشيء اللي كنا بالحق برشا من متوازنين نفسيا خليني نقول يحبوا يقولوها، انا نعرفك في الدنيا يعني شفتك برشا مرات وتوا قاعده نشوف فيك ومحليك حليلتك برشا الحقيقه نتاع ربي ما شاء الله دونك كميه نتاع تنمر تجسد حاله من الحقد والحسد رهيب جدا بالحق اللي انا نعرف انا كايمان العبيدي مره ريت تصويرتي بالله العظيم لا ذكرت روحي خاطر الزاويه اللي خذوني فيها في القناه نسمه والاضاءه عزيزه انت تتذكر كي تقول لي تقول لي مش انت في التلفزه اي خاطر اون فيت سا ديبون لي زونغ اللي ياخذوا منهم التصاور والعبد يبدا هذا اللي كان عنده حويجه في قلبه وتسيب وتسيب باش تكبروا باجيت باش تزيدوا في الجينات باش تكونوا انتم موجودين راهو اول حاجه ساعه توصيه منها اليكم، ثاني حاجة زوجة إعلامي، ثالث حاجة هي مزيانة في الدنيا، عليه كمية الحقد والجمال راهو الكلنا نعم، يا خويا نعم شنو مش مدخلكم؟ الحقيقة نتاع ربي يعني، والله حسيتها كأني أنا يحكي علي بالله العظيم. خاطر الإنسان اللي مش متصالح مع روحه يبدا في حرب مع الناس راهو. يبدا عبد مصطلح مع روحه دونك يبدا يتصيد في الحاجه باش يخرج سون ايغو وسو راسوري اللي هو الفا بيان ونحب نقول هنا راهو اللي يختفي وراء لي بروفيل فيروي واللي في بالهم بالكونيكسيون باش يحطوا دي كومنتير كما قلت المره اللي فاتت راهو هذاك يتسمى تهكم وتعدي على الشخص، دونك ردوا بالنا ردوا بالنا بالكدا قبل ما نكتبوا كومنتير، انا ساعات بابا ولا يعس على كومنتير بالحق يخاف على بنته كل مره تجي الحاجه ما يعرفوش هذايا، انا نقول هذا هو قانون اللعبه مادام انا حطيت وجهي معناها بون مش انا اللي اخترت هذاك الميدان اللي انا نخدم فيه مادام انا كنت عرضه في الضوء دونك لازمني نقبل كل شيء، مع العلم كما قالت
هي العبد اللي مش متصالح مع روحه هو اللي خرج الحاجات الخايبه، لكن العبد اللي متصالح مع روحه هما يضحكوا على تصويره وانا نضحك عليهم. معناها قالوا لي ريهم زملاء وصحفيين اللي هبطوا، سامحني معناها انت كزميل والا كصحافي نحيني، انا مانيش زميلتك، انا مراقبه لكل شيء، انا زوجه وانا ام. بتبريدك. يعني انت ترضى روحك انك تهبط تصويره امراه ولا زوجه لشخص والا ام وتتنمر وتهكم عليها بالطريقه ذيك، ومن بعد كي تشاء الاقدار والا الفرص انك تخرج تقول لي انا كاعلامي ضد التنمر وانا كصحفي ضد التنمر. كلهم يلبسوا نفس الفيستا. معناها شفت لهنا السكيزوفرينيا اللي واحد يعيش فيه، وذيك هو بيدو تلقاه يبعث لك مساج ريهم نحب نعمل معكم ستاج، ريهم نحب نخدم معكم اكثر. هنا تراه ذنبك الوحيد انه انت رجعت بقوه مع علي، كاين زوجك ولا زيل زوجك ان شاء الله يا ربي في الخير وولدكم محلي شفتوا توا ما شاء الله عليه من قبيله وين هكا شويه ذنبك الوحيد انك زوجت علي شيبي. ليه ماهوش ذنب، بالعكس ماهوش ذنب بالنسبه لي انا، سيتون في اختي معناها فخر هذيك بالنسبه لي اني انا زوجة اعلامي معروف، والحاجه الثانيه اني انا اعلاميه، والحاجه الثالثه والاهم بالنسبه لي انا لان قاعده نقدم، لان قاعده نخدم، لان موجوده. علاش هما ياخذوا في تصويرتي انا حسب رايك وحطوها؟ هما شكونهم بالنسبه لي انا وبالنسبه للعموم يعني؟ فشل. ما هو حد شيء مشكلتنا احنا حتى في الساحه راه ما فماش نقد فني، ديما فما نقد هكيك، نقد على لبست خرجت وجهها على وجهها على فمها على عينيها. نظر اخرى مختلفه. شوف الفضاء الاجتماعي، فضاء التواصل الاجتماعي، فيسبوك ولا انستغرام، وريتك التنمر واحد هذاك داخل في شخصيه التونسي، راهو احنا التوانسه هكيك، انا نشيخ عليهم وهما شيخين عليا. تسمع فيها واللي ريتو هذاك الكل راهو التوانسه عاملين جو في الفضاء الاجتماعي ولا في الفضاء الاتصالي، دونك كل مره يشدوا حد هكا يشيخوا عليه. والله يا علي ممكن احنا ما نتفرجوش، قلنا عائلتنا يسبوك ويتفرجوا. اسمعني انتي، هذيك هو كان اللعبه، شو ما نكبروهاش برشا. هو صار خلل تقني في التصوير، سي سامبل سي سامبل، المصور صور وقت اللي ليكليراج طايح. والله انا جو فوا دونك فينومين لومبر اي بينومبر، تو نوريك وجهي انا، نجيك نجي نجي بجنب البروجيكتور هذا تشوف وجهي يولي ديفورمي كيما هكا. شوشو مساله طبيعيه وعاديه، واللي يختار يخدم في التلفزه هذيك قانون اللعبه ونلعبوها الناس الكل صحيحه. حاجه المس من الاعراض. هما ساعات يدخلوا لذيك التعدي على حياه الشخص، كل واحد تعدى يشبهوا بالحيوانات. فوالا فما قانون يضبط العمليه كلها، مش نقعد انا باش نشكي بالف واحد ولا بالفين واحد، اما راهو اللي زودها شويه واللي تجاوز الحدود نتاعو شويه اي يفهم اللي فما قانون. اي جوستومون كما قال هو القانون، معناها كي وصلت المعلومات الاكس وكغيك وزيد اللي فما قانون، بالوقت التصويره تفسخت وتنحات، عرفت؟ معناها عبد فريمون كان كي والله فرحت انا بحكايه الردع في الحكايات هذوما. انا مع المرسوم 54، انا مع المرسوم 54، تعرف علاش؟ اكثر واحد عانى من عمليات السحل والتهكم انا بوندون ديزونير بوندون، ولتو مش كاتب حتى واحد، اقسم بالله مازال واحد يتعدى على شخصي ولا مش نهدد ولا حاجه، لا 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 يتعدى على شخصي ولا يتعدى على ولا على امر محصنه والا كذا، قانون ينطبق عليه. انتم ما فيت فامي شي بحيمتكم حلوه علي والله. معناتها سانسيرمون وقت اللي تصير فوف على افهم راه واحد فما من جماعه الشيء يعني صحافي ومع المرسوم. تفضل ريهام. لحظه جوست نحب نقول ميرسي بوكو لسمير الويفي، خاطر اي سمير يعني صديق وخو، تجربتي معاه كانت في الخدمه من 2016 2017، دونك بعث لي ميساج ومحليه محليه، معناها سمير في كل المواقف ديما نقول ايمان زايد شنو كي تعدى الراديو الاخيره نتاع ربي، خاطر في الدنيا نعرفك والله لا ارمي ليس رمي ورود، قلت لك من البارح ديما كي تمشي البلاصه يقول لك طبيعتها محليها وهي جميله في الدنيا محليك والله بالحق. ليس رمي ورود، اما انا مراه ونحب المراه الجميله الحق نتاع ربي. اليوم انا ماهوش بريهام سامحني، لا في مشاكل ميدان، لا تدخل في كلام داخل، يعني انت تخدم على روحها اللي هي بدارها وبالحق تخدم، وهو هذاك العبد اللي ينجح راه اللي يخدم ما يخزرش وراها بالطبيعه. نراوك انت والمدام دونك البرنامج الجديد في قناه تونس. هو عادي فهمتش الخوضه اللي صارت. باهي نرجعوا خاطر في نفس التسلسل، هو برنامج عادي. انا باش نقول لك خاطر جاب فكره جديده كمان. فكره جديده علي، انا كي سمعت بال انا والمدام مش في بالي باش يجيبوا دي كوبل الحقيقه نتاع ربي وتتحاوروا معاهم. نو 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 نو
بديتو صارت التجربة مع نضال السعدي وقتها في الحوار ما استمرتش برشا اللي كوبل عددهم محدود وفي المجال الإعلامي عددهم محدود ولا الفني محدود والناس تتجنب الظهور صحيح. أنا ما عملت حتى شيء جيت عملت عنوان اسمه أنا والمدام أنا والمدام تاعي نشطوا في برنامج ترفيهي ترفيهي ديفرتيسمون منوعات فني إيسا سريت لها والله ستا ميساج للرجال باش والله حاجات فرحان هي الفضل مرتو خاطر ديما يقول لك لي غير منها لي تغير منها ولا تكلمت اكثر مني ولا نشطت ولا شبيه حاجه اخرى مش ذنبها انا انت مش ذنبها انا صحفيه واعلاميه اكزاكتومون لو كان جيت مرتي ماهيش اعلاميه وجبت مرتي حطيتها في التلفزه والله فما حدين الحق تاع ربي ما اسطى وما تجيش وكذا انا المدام نشطت معايا ديجا عندي ما نقول لك قبل وعملنا برنامج فكرة جديدة تلفزة مطالبة تجدد أما نفجينا من القديم طبيعي هو رد الفعل طبيعي باهي مهم إيميشيون ما فيهاش برشا معناتها إيميشيون بدات تثير اللغط والحديث قبل ما تبدا والحنا محترمة وفاميليا وسي فاميليا لا جبنا عباد تتهكم على العباد ولا كلام ولا كذا ولا كذا وسيتي لو ديسكور دو تونسنا أما الحقيقة ديما تجيب عبد الرزاق أو الحق والله لا حتى عبد الرزاق قالوا لي ما هو خوك أي شنو نحيم وديجا عنده إيميشيون جديدة دونك هذاك عليه عنده إيميشيون دوز إيميشيون وشخصية محبوبة من التوانسة يحبوا برشا معناتها كان باش نتبع علاش جبت فلان وعلاش جبت فلان انتو ما نجيب حتى واحد شو فما قاعدة في العمل الإعلامي فما علاقة بين الباث والمتلقي هذا قريناه في معهد الصحافة دونك الباث يقدم المنتوج نتاعو وعلى المتلقي أن ينتقد وانتهى أما يجي المتلقي يقول للباث ما تجيبش فلان ولا جيب فلان وهذاك لا وهذاك لا لا ماهوش في القاعده مش في قاعده العمل المحترف هذا انا نجيب اللي نحب انت عليك تتفرج والا لا نقولها بصراحه كان عجبك تفرج تفرج فيا معناتها اذا كان ما عجبتكش فما خيارات اخرى في قنوات اخرى وفما منشطين اخرين وهكاك فما تليكوموند تحكم بيني وبينك جيك برشا نقد لذا من برشا كيما مايا القصوري مايا انتقدت حاجه ما شافتهاش وضحتها البارح تنتقد في حاجه ما تعديتش على ظاهره البوز اللي هي ديونتولوجي فما ديونتولوجيا فما ايتيك كيفاش تنتقد برنامج من غير ما شفته انا هذا اللي قلقني انا هنا نحكي صحفي هل سالتها مايا انت لا علاش باش نسالها هي انتقدت وعربية حماجي هي نعيمة شرمي قالت على حاجه ما شفتهاش ما نحكيوش انا الموضوع ينتهي ما عندكش حق تقول على برنامج كلام انت ما شفتوش وتعدى البرنامج الحلقه الاولى والثانيه ولا تنتقد شنو عاد خاطر ما كانش نفس الكلام اللي قالته اللي احنا جبنا فلان باش نضحكوا عليه باهي هذه واحده سيتي با الكار هو ليتيكيت سيكو البرنامج جعل من الحمقى ولا على الشيء بوريهم جعلوا من الحمقى مشاهير يعني ما ليه ذو مشاهير بطبيعتهم يزي عايش هو جاب ظواهر موجوده في المجتمع يحكيوا عليها تويتر كل جو يا خضرة خلينا نفهموا هو من عليه ولا ريهم عليه اختاروا السيده هذيك باش تكون حاضره يا بنتي المعد البرنامج ولا مقدم البرنامج يعطي من ذاته ومن شخصيته ومن تصوره شنو انا تعرف عليه على شنو حكت ما تجيش المنشط تقول عليه جبت فلان الفلاني تقول عليه جبت محمد الجبيل اسالها ما لها قوه شخصيه عندها قال علاش تتكلم بالفرنسي قالت له خط وصل معاهم يحكيوا بالفرنسي نقطه ورجع على السؤال اللي يحكي لك يا مام ليه اما جاوبت بكل تلقائيه ترى هي هكاك في الدنيا مهنيا غير ممكن اني نقبل تبرير علاش جبت الضيف فلان الفلاني سامحني هي حتى واحد ما عنده الحق يقول لي علاش جبت الفنان الفلاني ولا ضيف الفلاني باش نعطيك رؤيتي انا هي ايميسيون كيما قلنا فاميليال العائله تلم شنو فيها اللي عمره 17 فيها اللي عمره 18 فيها اللي عمره 20 وفيها اللي عمره 80 فما ظواهر يطلعوا في المجتمع اللي نحكيوا عليهم في فطور الصباح ونحكيوا عليهم كي نتلموا في العشاء دونك عادي ان الظاهره هذيك اللي شغلت بال العائلة التونسية نطرحها في البرنامج ونطرحوها ونشوفوا إذا كان تهكمنا عليها والله عندك حق إذا كان خرجنا على سياق العمل الصحفي المحترف والمتوازن والله عندها جبنا ظاهرة حطيناها قدامنا حللناها بطريقة أو بأخرى حكنا معاها مش عليها حكنا معاها ومش هي عليها. بيدها الـ الحاجات اللي تعمل فيهم بتعرف اللي هي تعمل في معناتها نبذة كوميدية في الحاجات اللي تعمل فيهم نبذة كوميدية لبنانية ليه 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 والله ليه يا هي كيكة في الدنيا كيكة هي في الدنيا كيكة هي في الدنيا كيكة فما ناس تحكي بالفرنسوية المكسرة
تهاني جبت سيسمو انا ذاك سيسمو الفرنساوي دوكي دوكي لانفلونسور هذا الجماعه اللي يتكلموا على كيفاش تجيب واحدة تحكي بالفرنساويه باش تضحك عليها هاني جبت دوكي يحكي بالعربيه المكسره وبالدرجه التونسيه المكسره شو يمكن حتى واحد هاو نفس المنطق هذا لو ركبوا على المنطق هذا يتوزاوا الزوز شو يمكن حتى واحد وسيسمها جيت تتكلم بكل عفوية أنا ساعات نقول ما لا ردها لو 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 فواتور نقول ما نفرقش بين الله واللو مؤنث ومذكر ما نفرقش بين أو إن تي ما نفرقش هاني ندير الصحافة وما نفرقش برنامج أنا والمدام يجسد علاقة عاطفية ناجحة تجربة متاع سنين أي بيان سور بيان سور أنا والمدام يجسد بالحق شفت عليك قلت لك راني نحسك برشا هذا سؤال ذكي شوف ما تبادر حتى واحد في ذهنه تلخيص لفكرة البرنامج غير أنت إيمان سألته سؤال هذا بالحق ويجسد علاقة عاطفية وزوجية ومهنية ناجحة إذا صرت لا مرة هذا سؤال محترم جدا ويعبر على مهنية بالحق نحب الأسئلة اللي هكاي علاش خاطر فيهم بحث فيه ما انت كي تخزر لي هي إيمان أنا وريهام وإحنا قاعدين ما خزرتنا أوترومون أخزر لي أوترومون رأي نجم نقدم لك برودوي أوترومون زادة مختلف تماما هو مساج اللي كوب الكل خلي نرجع لك العلاقة الطيبة ما بين الرجل والمرأة اللي يعطي ثقة المرت واللي خرجها اللي هي زادة راو تعرف ثقة كبيرة حتى الضحكة واللمة فما حاجة أنا حتى زادة في ريهام عندها نوعا ما من الرصانة في إجاباتها في حضورها الحقيقة محترمة هذيك علاش تكملوا بعضكم اكزاكتومون في الدورة هي تجي تكلم وانا نقص عليها في الميسيون ريتها في الميسيون هي تجي تكلم وانا نقص عليها هي تعطي فيها تلعب مسجلة البارح انا البارح ترجع قلت له قداش تحكي انا بلعب مسجلة راني خلوش تتكلم في الدار كيف كيف اي وين الطفل شعمتوا هل جبتوا من رضا ما جبتوش اي برود دم عرض انا برود دم نبصر بك ما شاء الله عليك توفق ما شاء الله على وسائل التواصل الاجتماعي في الانستغرام ناشطة وتبارك الله عليها ليه هي بصغيرها ليه هي براجلها قريبة قريبة ياسر قريبة يوليوس يوليوس مجهود فيه اكثر من ليميسيون اكثر من البرنامج يوليوس 10 برامج صدقني راهو 24/24 من الصباح لليل معاه نعرفوا اي اون دي مامون سبعه بالملي انا ما نجمش صدقني خدمه المامون اقوى خدمه في على تاريخ والله اقوى من منشطه تحكي انت واصعب وشايبه والله ربي يفضل ربي يفضله لكم انا نحس عائله كامله اعلاميه ما شاء الله عبد الرزاق خوك حماتي جو بونس هكا كان عنده مونجي لطفي لطفي رؤساء التحرير وصحفيين راو يوليوس ان شاء الله نهار كامل لا لا ما نحبوش يطلع نهار كامل لا لا هو حريه الاختيار يطلع اللي يحب هي ما نوجهه لا ما يمشيش خليها هيوي علي قلت هكا علي شنو لا لا تعب لي تعتوجي مهنه صعيبه مهنه صعيبه وتشكل برشا امراض راهو بالحق مهنه خايبه مهنه خايبه والله بالحق والله كلام صحيح نفسيه اللي يظهر لك من برا راهو ديما كرباس ساعات العبد يعملها راهو يقول يا راحت بالي يا راحت بالي تي ضغط الضوء بركة كيلوات على كتافك والله شوف سواء الميدان الاعلامي او الميدان الفني بكل الفنون معناتها الموجوده ماهيش سهله الاضواء اون جينيرال ماهيش سهله سورتو في تونس مع الأسف مع الأسف البارح شفناك مع الإعلامي هادي زعاي أي ما هادي فما ينسختين نوستالجي فما بكية من القلب هل هو حنين قضية الحوار التونسي لا هما ذكريات لا تمحي من ذكرتي أنا كنت من معناتها في الحوار ستي كي خزرت الفوق وشفت استوديو عملت دوره في استوديو مرجدية في فكره سمير فهري في مع علاء في عندي ما نقول لك شفت الجو هذاك فما ذكريات ما تنحاش معناتها فما وقت اللي بدات قناه التونسيه تفكرت وقت اللي بدات شان وقت اللي ما عندنا حتى فرنك من اللي ما عندناش كي تخزر الفوق تلقى الحوار هذيك كلها بدات مع وقتها سامي فاضل بن عمار نوف الورتاني هادي زعاية معزبة غربية والناس كل الباقي كل هربوا علينا وهي من عجيمي كنا الخماسي هذاك اللي شدينا صحيح في البروجي وشدينا صحيح في سامي كمل برشا لحمة سامي قال لا ما نكملش قلنا له لا نكملوا معاك ونخدموا معاك بليش ونعمل وقتها تفكرت هذاك كل كي تشوف رحلة الصحفي الإعلامي هذاك وقتها مش تنهار اقسم بالله العظيم تقول معناتها مش سهله بريزون 14 سنه التالي سيتي با فاسيل
كي نحكيو على سامي الفهري نقولوا انت في البرامج الاجتماعيه قبل فما انت وفما عبد الرزاق الشابي. دونك الحقيقه نتاع ربي هو يختلف. فما عبيد تحب عبد الرزاق، انا بيرسونيلمون نرى عندي ما نقول لك نتاع علي عبد الرزاق نحسه اقتصر على فئه معينه، على فئه على شريحه، وانا على شريحه وعلى شريحه. لا انا نحس عامه فئه مخصصه، وانا نحبه برشا عبد الرزاق، كنت حاضره معاه ياسر محليه كشخص وكاعلاني بيان سور، له المسيره نتاعو اللي تحكي على روحها. دونك مرة حكيت زاد قلت سامي الفهري نجح في برنامج وقتها عملوا حكاية تونسية جو بونس. حكاية تونسية أي شو سامي كان نحكي لك قصة عندي ما نقول لك كيفاش بديت مخك يقف. سامي يلفي عنده نظرة مش طبيعية للأشخاص، الأشخاص اللي يخدموا معاه، وعنده نظرة للبرامج مش عادية، معناتها يجيب لك طبق من ذهب يحطه لك يقول لك أنا جو تو هونية ويقول لك يزمك تخدم لي بالمليمتر بالمليمتر. يقع الاتفاق على نوعية الخدمة كي تنفذ صحيح، وهو حطك في المكان الصحيح تنجح لك شيء 100% قبل مثلا. صحيح، هذه القوة، هذه القوة، فهمت؟ دونك البرامج هذوما يطلبوا نظرة بالحق ثاقبة من المعد ومن صاحب الفكرة ومن صاحب المشروع. هو اللي يحط لي أنا مثلا، أنا قلت لك عندي ما نقول لك سامي أعطاني أن سوكسي، مدهولي في داية مدة 13 سنة وحده هو تقييم، وهكا جاني قال لي عليه هل يحليدي ترى عليه أي باش نعطيك إيميسيون فيها نجاح 13 سنة. يعني ما هو ديما هو الحقيقه راهو عنده العين، عنده العين في الاختيارات الحقيقه تبارك الله. اليوم نحكيو على انا نقول كلمه ونتحمل مسؤوليتها مع البرام. انا لا خدمت مع سامي ولا نحب نخدم له. سامي عمل ثوره في الاعلام، حتى واحد ما ينكر هذيك حاجه، حد ما ينكر فيها. عمل ثوره تقلبت، كنا في عهد في منذ ولينا في فتره ثانيه. كي نحكيو على سامي هكا تحكي برشا حب، سبب خروجك ما كانش نقاش مع سامي ولا لا 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 نحتفظ به لاسباب خاصه. لا لاسباب خاصه اصبر لي تو انا خرجت ان شاء الله نراوك نهار. انا راني ما خرجتش، راني ما خرجتش، قلت له هذه البارح راهي هذيك دارنا وسامي بالمساجات ونحكي وعادي، معناتها صحاب وحبيب ما خرجتش هي موجود. مشيت تغربت اربع سنين، رجعت البارح عملت طله كيما المواطنين بالخارج يجيو في الصيف ثلاثة شهور يقعدوا. البارح عملت طلة أنا سويعة من زمان سويعتين، نرجع نسافر تسمع فيا وبعد عندي عودة نهائية ما تعرفش عليها وقتاش. إن شاء الله إن شاء الله تغربت أماكن جميلة اللي تغربت لهم وتجارب ياسر محلوة. لا بيان سور أخي، علاش تجربتي في التاسعة ما كانتش حلوة برشا، تجربتي في تونسنا مثلا راضي عليها تمام الرضا، الحق بتاع ربي مرتاح، ظروف امبيكابل، نعمل اللي نحب عليه بالحق في تونس. انا أي والله. نعمل اللي نحب عليه شنو من حيث الافكار التشكيل، عندك حريه مع سي عبد الحميد ورانيا وشهاب، اقسم بالله لاخذيتها في حتى قناه اخرى باش نبداو واضحين مع بعضنا. اما يقعد ديما الحنين والله لاخذيتها في قناه اخرى. انا بريسك مسيرتي ما تتحسبش جمله قد مسيرتك ما شاء الله في اربعه. اما البارح غادرت المكان اللي انا طلعت فيه ونحبه برشا، حسيت بوجيعه اكزاكتومون عاشقه كبيره برشا. تصور انا كالوجيعة اللي حسيت بها انت وما قعدتش فيها اكثر من 13 ولا 15، تصورني انا 14 سنة وانا فيها ونغادر، مش نورمال معناتها. انا نقول ان شاء الله نراوك نهار اخر في القناه الحوار التونسي في تونس مثلا الحوار، حتى في الوطنيه جماعتي الوطنيه علمتني اللي صرفتوا عليا الوطنيه فلوس ما صرفتوا عليا حتى قناه، باش تبدا في بالك الاستاج اللي عملتهم انا في الوطنيه وقناه 21 والتكوين اللي بعثتني لبرا وقراوني وقريت ودربت واستاجيت، ما 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 تحطوا ما يحسبوش العقل. لو كان جيت دفعتهم فلوس رينيك حتى في الخطاب على البيت ممثل عادي تعاونوا الكل. مازلنا مواصلين معاكم ماجازينا، نخرجوا بيوب وراجعين. اي اف ام اي اف ام ماجازينا ايميل العبيدي على اي اف ام احلى راديو. ماجازينا على اي اف ام احلى راديو. كما قلت سعيده جدا بحضن الاعلامي المتميز علي شيبي وزوجته الاعلاميه والصحفيه ريهام من علي. مرحبا مره اخرى ريهام. الوغ ريهام، نراوك في تجربه المدى، انا والمدام نجمو نراوك في تجربه كنتي وحدك. بيان سور علاش لا،
وانا ديجا كانت معناها فما عروض قبل نتاع ظهور معناها في التلفزه والكل سواء في تونسنا ولا من قنوات اخرى، لكن انا عموما كنت ديما نرفض، ديما نحبذ اني يكون في الاعداد، عرفت؟ تحس خاطر شفت محلاها محلاها وتعطيها للانيماتور حاضره، تحس بالحق وقت تعب وترى المجهود نتاعك. راه برشا ماشي في بالهم علي ما نعرفش شاطرنا الراي ولا برشا ماشي في بالهم اللي يقدم في البرنامج هو وجه البرنامج، اما غير وراه ماكينه الخفي وراه ماكينه معايا اشرف ومعايا اميمه ومعايا معناتها زوز مادم في الاعداد. ولذلك نكهه خاصه الحقيقه هذاك يعملهم هو بيدهم كيراه والحلقه تعديت مزيانه تحس بالحق لي فورم نتاعك وصل للنتيجه. معناها ما كانش يغريني برشا الظهور الحق نتاع ربي ما نكذبش عليكم، ما كانش معناها اني اعطيني نمد وجهي مهما كان البرنامج، لا ما فركزش على ذلك الحقيقه. وهذاك انا نراه ناجح خاطر انا قبل زاده مش معروفه جمله يعني ديما وراء الكواليس في الاعداد اللي يخليني كي نخرج عندي باجاج، عندي لابريزونس فاهمه، نفهم في الاخراج، نفهم في الاعداد، نفهم في كل شيء خاطر كنت البلاصه هذيك دونك نفهم كل شيء. دونك هذاك هو الاوبجيكتيف كان اني ملاي بالكدا كسوا مونتاج حتى لي كونتاكت حتى ضيوف باش تجيبهم اعداد طريقه الحوار كيفاش تصير كي يقف قدامك عبد كيفاش تحكي معاه معناها تكون موجوده ملي بلاصتك. دونك اقترح عليا فكره البرنامج قلت علاش ليس الماما وجميل من الاول قلت لا لا ريهام من الاول قلت لا تي من الاول خاطر قلت فكرت عليها ومرت وهدره شنيا وبعد قال لي لا امشي بركه امشي قلت بوكا با فازي كها ان شاء الله ان شاء الله نراوك في عمل ان شاء الله متميز. ان شاء الله بما انه الخبره نتاعك ما شاء الله عليك في الاعداد ما تكون كان حاجه مزيانه ان شاء الله عايش. دونك نرجعوا نقول انا برشا رسانه في الاجابات وحضور لا 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 تشريف علي ممكن تقابلوا زيد لا 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 علي مش فيك انت علي مش فيك انت ولا شنو علاش نقول لك على شكون نحكي لانه انا بالحق خليني في الاوف قال خمس نسكت ريحه ما يكفش هنا انا النقد هذايا الحقيقه نتاع ربي باش نقول لك علاش قلت لك فما نوع من نقد البناء وفما نوع نقد ما عندوش حتى معنى. انا نرى ساعات على الساحه الاعلاميه الحقيقه نتاع ربي فما لباس يلزم يكون محتشم، فما حضور، فما باجاج، ساعات نراو اعمال الحقيقه نتاع ربي لا تمت الى الاعلام بصله. دونك انت هنا الاجابات نتاعك حتى حضورك حتى الرد نتاعك حتى الرصانه نتاعك راهي تخلق في شخصيه متميزه الحقيقه نتاع ربي. الحمد لله. وهذايا كان شفت انا مره خلاف بسيط ولا مش بسيط بالنسبه لصابرين معاوي الحقيقه ما نعرفش التفاصيل. صابرين اي وقتها يقولي وقت في برنامج نتاعها ولا نتاع خلاف اما تعرف حاجه فكره معناها توا كان نقول لك صابرين شنو اللي عملت بعد الحمله نتاع التصويره اللي صارت والكل وي اداره نتاع القناه بعثوا لي قالوا لي ريهام صابرين راهي تعرف زميل صحفي بعثت له فوكال قالت له توت سويت تفسخ التصويره نتاع ريهام راهو ايتيكمون ومهنيا راهو ما يجيش احنا زملاء في بعضنا وستي بون جيست من صابرين ويعطيها الصحه فسخ التصويره فسخها الاخ ولا الاخت فسخوا التصويره هزي التليفون وكلمتها بيان سور مالا علاش زملاء مالا نلقاك وقت اللي يلزم تتقدم موقف نلقاك نفس الشيء مع ميسكي قلت لها ميرسي بوكو صابرين صفحه وتطويت لاني انا باش نركز في اللي قال وين الزملاء عادي اللي صار قالت لي ما فما حتى قلق ريهام رانا وخيان كيما البارح كيما البارح احنا رانا زملاء عادي اي محليها هكا كي تولي الساحه هكا منين من هذيك اللحظه كيما انتم نحتفظ براي نحكي كاعلاميه انا ديما نفضل الاعلاميه الراسينه اللي تكون اجاباتها محليها اللي تكون مواضيع اللي تطرق لها يعني في نطاق الافاده ما تكونش هكاك عامله برنامج وكا هاو زاد فماش عليك دونك ان شاء الله نراوك في برنامج عايشك ان شاء الله تخليني ومشترك وي بشرط انا المخرج عرفته باش يقول بشرطي انا المعدي انا المخرج المعد ولا المخرج ولا المنتج لا ما نسلمهاش ولا المنتج لا لا ما نسلمهاش انا معناتها انا خدمتي كري معناتها اون ايميسيون دو تيلي وفي ليكزيكيسيون عندي من الخبره ما ايميسيون نحط على السيارات نتاعها معناتها دونك هذاك شرطي من بعد تحب تشوف حد اخر ولا تشوف حد اخر وعلاش انت هالشرط هذايا في خاطر انا نعرف وين المنزله نتاعها وين نحطها ونعرف كيفاش نكدريها ونعرف كيفاش نصورها ونعرف كيفاش قد من العبور. هو هذاك السر القوة راهو ما بينات بعضهم اللي فما في الكمال الحقيقة نتاع ربي ماهوش هكا اللي ليه ما تعملش وحب أما نكون نحلل عليها أن يكون المخرج مش بشرط نحكي لك حاجة علاش عليها وهي تعرف لا وهي تعرف وهي تعرف علي أنا باش نجاوبك جواب باش يعجبك خاطرك أنت عشت برشا في الساحة هذيا وتعرف برشا يا معناه ونساء على ذاك يحب يحميها يا منشطات تدمروا ياما صحفيات مساكن عناو
والله في ميداننا مو سهل. راهي امراه امراه في المجال الاعلامي ولا السمعي سورتو البصري في الراديو اقل، راهي المراه تعاني. ها نقول لك هذاك علاش انا قلت لك حتى كي باش انا نكون مخرج ولا معدرة باش نحميها من بعض مش الاخطاء. ساعات حاجات ضغوطات تجي من برا. تنجم منشط تدمره في 24 ساعه. صحيح. تنجم حصه تطيحها في ثلاثة سوايع. تنجم مؤسسه، تنجم قناه، فهمت؟ شو نحكي لك تكنيكمون، اقسم بالله العظيم ايميسيون تنهار في 4 سوايع. ويمكن من هذاك علاش بقله نلقاو المراه معناها هكا. نقولها شهاده مني. والله يقول لك هنيئا لك سيدتي، هنيئا لك سيدتي. والله كرات بنات تبارك الله. الرا عزيزه، الرا عزيزه، والرا خضراء، والرا ايمان، وقاعدين في راديو ويخدموا في ايميسيون سي با بو. والله نفرح. ماهوش شويه انا نعرف راني مش كيف في يافين في كل اللي ذات حتى في العالم روا حتى في التلفزيون في العالم. وي اترين فام قالها سيسمو هو سي با فاسيل دترين. لا سيسمو تي الممثل الكبير بن يغلان. ايه قال لهم جربت عشت 24 ساعة امرأة في المسرحية. سي با فاسيل حاجة مش سهلة. حاجة مش سهلة انك تكون امرأة ديجا مرحبا فما بالك في الاعلى. حاجة مش سهلة للراجل. اي باش يكون امرأة. اي ولا الراجل باش يكون امراه. ليه هو جرب انه يكون امراه؟ اما حاجه سهله للمراه باش تكون. جرب هو باش يكون امراه يا اخي. عانى 24 ساعه ما لقى المراه حياتها كامله اش تعاني. وي هون يا ميساج محليه البو محليه الخو محليه الراجل محليه السند كيما نقولوا فيها. هنيئا لك بالسند في الحياه المهنيه والحياه الزوجيه. يا ودي يا ودي هذاك يعني هنيئا لك. لا قلت لها هنيئا. تقصد علي مريقليني من في بالي تقصد لها يا علي. قلت لها هنيئا من نجمز راني من نجمز شد روحي كي نتكلم. قلت لها هنيئا لك بالسند. يزمي لها من المشكلة. هنيئا لك بالسند بالحياة نسخاي في الحياة المهنية. غلطت في حقك يا من سمحنا. في الحياة المهنية وفي الحياة وهنيئا له زيت بهذه المرأة العظيمة وهذه الأم المثالية أشهر وهذه الزميلة اللي هي بدا سندي سندوا بعضهم الزوج. والحقيقة ربي فضل لكم يوليوس يسر محليه يسر هكا في الكواليس عمل لنا برشا جو. ربي فضله لكم. ما لقينا وين نحطوه اليوم جبناه معنا. مرحبا مرحبا بيه. هو قبلكم انتم دايا مزيد من التألق بخافو محليكم في الجيو ان شاء الله يا ربي نكون حاضرة معاكم زيدة في المدى. ايه علاش استدعيت روحي محليني وحدي مدامي الكل اي جيو ليكيب ليكيب الكل والله محليه عزيزه وخضرة ويمي جيو بحليكم انا والمدام اختاروا النهار فما نهار خميس فما شيء لا لا اي فكره موجودين كوجينا نطيبوا جيو بحليكم. شكرا شكرا علي على الاستضافه. شكرا لريهام مزيد من التالق وقوه الشخصيه والوجود والحضور والصبر. شكرا شكرا لكم اللي كنتوا موجودين معنا. مواصلين معاكم ماجازينا باش نعرفوا توا الغانيون. الغانيون نتاعنا للماجازينا اليوم ما هي مخلوف. اهلا بك ما هي. عطينا تحيه لكم يا ما هي. مرحبا بك. عايشك وبيك. تبع فينا ما هي. اي محليها لمتكم محليها قعدتكم. يفضلك اليوم ضيفنا علي شنو تبعتنا اكيد اليوم تعطيه الصحه. اي عايشك يا ما هي. دونك اليوم من عند علي ربحك دو باك من الكادو نتاعنا من باتيسخي عايشة. مبروك ما هي. مبروك اللي ربحت معانا واخترت هيدا حكي نجمة كرامة. سلامة سلامة. نعديو دالي هيدا حكي. هيدا كملنا احنا نورمال. هذا موعدنا كان اليوم في ماجازينا على راديو اي اف ام احلى راديو. نتقابلوا السبت الجاي من نص نهار الماضي ساعتين. باي باي.